اهلا بيكم مره ثانيه. دايما بنتكلم مع حضراتكم عن التحدي من حيث المبدا، لان التحدي ده مش كل الناس بتقدر عليه. احنا في كل الفقرات الحواريه بيكون معانا ضيوف، بيكون دايما معانا ابطال ونجوم في رياضات مختلفه، ولكن المره دي الوضع هيكون مختلف، لان احنا بتفرق معانا على الاقل حتى شخصيا ونفسيا انا ونهواند لما يكون عندنا مجرد بطل رياضي. دي حاجه عظيمه في حد ذاتها، لكن لما يكون البطل الرياضي ده ملهم الوضع بيختلف تماما. خلونا ندخل في الموضوع مباشره، ما ضيعش وقت حضراتكم ولا وقت ضيوفنا في تقديمه طويله. احنا منورنا كابتن محمود عبد العظيم ابراهيم، هو كابتن منتخب مصر والمحترف بالدوري التركي، وكابتن سيف محمد محمود كابتن منتخب مصر وحارس مرمى افضل حارس مرمى في تنزانيا 2021. طبعا سعداء جدا بوجودكم معانا، انتم منورينا ومشرفينا وفرحانين باللي انتم بتعملوه. اهلا بيكم معانا في 10 الصبح في الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ كريم، واهلا باستاذنا نهاوند، وبنصبح على جمهور النادي الاهلي في قناه النادي الاهلي. انا عارفه ان انتوا الاثنين بتعشق النادي الاهلي، وعارفه ان كمان واحنا في الفصل ونبدا بالنقطه دي، لان النقطه حلوه جدا. كنا بنتكلم مع ضيوفنا انا وكريم، وهم كانوا بيتكلموا ان نفسهم يبقى في النادي الاهلي كمان يعني فريق لاصحاب القدم الوحيده لكره القدم، لان اعتقد ان ده لازم يكون موجود، لان احنا عندنا عشاق لهذا النادي وفي نفس الوقت من مختلف الفئات، فليه لا؟ هي الفكره يا استاذ نهاوند ان احنا دي مش امنيه، دي حلم. حلم من صغري ان انا كان نفسي ان انا اكون لاعب في النادي الاهلي، بس شاءت الاقدار ان حصلت للحادث والاصابه، وقلت الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس احنا سعينا للموضوع وتواصلنا مع الاستاذ امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي عن طريق الباشمهندس رامي فارس، اللي بنشكره جدا على دعمه لينا. راجل محترم، راجل محترم جدا، هو الراعي العقاري، هو الراعي العقاري للنادي الاهلي. وكان التواصل ان يكون ان الفكره تطرح داخل مجلس اداره النادي الاهلي، وبشكر الدكتور محمد زكريا سراج الدين من الناس المحترمه جدا اللي تواصلوا معايا، واعجب جدا بالفكره، وقال لي ان شاء الله تبقى مطروحه الفتره اللي جايه على مجلس الاداره، وانتوا شباب ملهم لمصر كلها، واحنا بنتمنى ان احنا ندعمكم، وان شاء الله الفتره اللي جايه يتفتح الملف تاني. لان احنا حابب بس اوجه شكر للدكتور اشرف صبحي وزير طبعاً الشباب والرياضه. انت لسه منزل صور انا طبعاً شفتها ليكوا على السوشيال ميديا، احكي لنا ده ايه؟ مع الوزير مشكورا، هو مهتم جدا برياضه كره القدم بالساق الواحده، ومدي تكليف للدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير اللي برضه بشكره جدا، ان تتسهل كل العقبات ان احنا نبدا نشاط محلي ويبقى عندنا نشاط دولي في مصر، ومن خلال ان احنا نشتغل على قصه الانديه. يعني احنا عندنا ناديين، حلم حياتي زي ما قلت ان انا ابقى كابتن للنادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي كله، واحنا شغالين على النقطه دي، ويمكن كابتن سيف شغال اكتر مع الكابتن عبد الله على النقطه دي في سفري، ان انا بلعب في الدوري التركي، وهم شغالين اكتر على الموضوع ده، و قدروا ان هم يخلصوا ناديين، وان شاء الله يعني بنامل ان الفتره اللي جايه يبقى في اكتر من نادي وشعبيه اللعبه تكبر. صحيح. وكل ده من خلال شغل ومجهود ان شاء الله الفتره اللي جايه تدرس يعني. كابتن، طب ما فرصه نتعرف من كابتن سيف بقى على المجهودات اللي بتتم. انا اسمي سيف سلامه، بشتغل مراجع مالي في الهيئه العامه لقصور الثقافه، والكابتن الثاني كابتن منتخب مصر وحارس المرمى. وطبعا زادني شرف ان انت تلعب باسم بلدك، دي حاجه كبيره. انا الحمد لله حصلت على افضل حارس في كاس امم افريقيا الاخيره في تنزانيا. انا من زمان جدا وانا بحب كره القدم، وتعلقت بيها اكتر تحديدا يوم ماتش مصر وايطاليا، وحبيت مركز حراسه المرمى قوي عن طريق كابتن شوبير، لان انا كابتن شوبير ده انا مش قادر انساه في ماتش مصر وهولندا. البيوت في مصر في التوقيت ده لو حضرتك تفتكر ما كانش فيه الابديتد، يعني كان في دلوقتي في ال سي دي وفي ال اي دي. طبعا احنا كنا ايام زمان بنتجمع جنب حاجه صغيره كده واحنا عيله، تلاقي العماره كلها في بيت واحد. احنا فعلا عيله، صح، وكلنا بنعشق حاجه اسمها الاهلي، وكان بالنسبه لنا ده حدث كبير، لان مصر كانت اخر مره كانت في كاس عالم كان في ايطاليا قبل كده، ده بالنسبه لنا حدث كبير جدا.
فاحنا مش قادرين ننسى واحنا منتخبنا واقف قدام مروت خوليت وفان باستن قامات كبيره ماركو فان باستن طبعا حلو وكومان طبعا ناس يعني كان اياميها بيسموها لعيبه ثانيه خالص طبعا الناس دي اخترعت دي بقى قبل التيكي تاكا زي ما هم بيقولوا الطواحين الهولنديه كانوا بيتعبوا اي فرقه كانوا فعلا بيتعبوا اي فرقه فمن التوقيت ده انا اتعلقت تحديدا بمركز حراسه المرمى كابتن شوبير قدم ماتش عالمي اصلا في الماتش دون وانا من هنا وانا صغير بقى كنت 8 سنين كده فحبيت المركز ده اتعلقت بالمركز ده طبعا من صغري وانا بلعب كره القدم ويعني انا طول عمري بجري ورا حاجه كده مدوره بتجري وحلمي معاها نفسي كنت ابقى لعيب كره قدم والى الان يعني حققت الحمد لله ما فيش حاجه اسمها مستحيل عشان انت بتشتغل طول عمري بقول في حاجه في ثلاث حروف انت هتشوفهم ازاي الالف واللام والميم الامل هتشوفهم امل ولا تشوفهم الم انت اللي بتحدد تشوفهم ازاي فانا ما اكذبش على حضرتك اصطدمت طبعا بالواقع وانا صغير قالوا لي انت ما تنفعش تلعب كوره بشهاده الناس كلها قالوا لي طب روح جرب افهم فتسع سنين انا بحب كره القدم فبجري ورا حاجه انا بعشقها معلش ليه قالوا لك مش هتعرف تلعب كوره عشان يعني لان في مصر ما كانش في حاجه اسمها لعبه كره القدم للمبتورين او للساق الواحده في هو حضرتك يعني ده كان حادثه ولا ده لا انا الحمد لله مولود كده على فكره انا عندي حد قريبي مولود كده يعني عادي كده ما هي دي بتبقى لا احنا الحمد لله ما عندناش اي مشكله بالظبط يعني انا عندي شخص من عيله مولود كده ومولود زراعين باي ذا واي الحاجه الاكيده ان حضراتكم والنموذج النهواند اللي بتتكلم عليه كلمة إعاقة احنا بنسيء استخدامها لا هي مش هي هنقول تجاوزا مجازا يعني هي إصابة امتى تتحول لإعاقة لو أعاقت صاحبها عن الوصول لحلم احنا ممكن نحول الإعاقة لطاقة عكس كلمة إعاقة الحقيقة احنا ممكن نحول كلمة الإعاقة دي لطاقة أنا يعني أنا شفت كابتن محمود طبعا أنا بالنسبة لي إذا في كورة بجد من 8 سنين يعني احنا طبعا ده شرف لينا ان احنا نبقى احنا الفاوندرز او البايونيرز بتاعت اللعبه دي وده شرف لينا كبير جدا 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 لان احنا فتحنا باب لناس كتير قوي جايه ورانا حلمت الحلم ده بس هتحلموا بدري وهتحققوا بدري صح احنا جرينا ورا سنين كتير وطبعا انا بشكر كابتن محمود جدا لان هو كان صاحب البدايه وصاحب الضربه لما وقف على العكاز دي نقطه مهمه عايزين نتناقش فيها بقى طبعًا يعني طبعًا مع كابتن محمود برضه انت يعني اولا سنك صغير بس عندك حلم ويمكن حصل ظروف شويه ممكن تكون عملت زي نقول كده يعني مش توقف بس هولد للحلم شويه بعد كده انت رجعت مره ثانيه وقررت ان انا حامل منتخب وهلعب كوره ومش هقف بحلمي فدي في حد ذاتها قصه نجاح انا حابب نعرف تفاصيلها والساده برضو المتابعين يسمعوها منك انا يمكن القصه بدات ان انا من صغري بعشق كره القدم بس مش هقدر امارس يعني انا رحت مركز شباب ان انا عايز العب وكنت بقف على العكازين والمدرب كان بيشوفني يقول لي طب استريح اتفرج وانت قاعد فبقول له لا انا عايز العب انا مش جاي عشان اتفرج او مش جاي عشان اشجع انا بحب الكوره ونفسي ابقى لاعب كوره فأدركت مؤخرا ان انا هتمرن معاهم بس مش هينفع اشارك ما كنتش اعرف ان في رياضه رسميه ليها كاس عالم ليها كاس امم افريقيه ليها شامبيونز ليج ليها بطولات دوليه معروفه بس احنا ما كناش نعرف عنها حاجه هي مش متسلط الضوء عليها مش متسلط الضوء عليها يعني ما فيش حد نصحك ان انت ممكن تروح وده موجود في العالم لا 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 لا, 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 لا كابتن انا محمود اشتغل شغل زيتي بعد انتشار صوره الشقلباز الشهيره فشفت بقى الفيديو وبدات طب ما هو في لعبه موجوده احنا ليه ما نبقاش موجودين بدات عايز اسس اللعبه في مصر وعملت اول ايفنت كنا 9 لاعبين دلوقتي احنا ما شاء الله وصلنا ل 160 لاعب من جميع محافظات مصر كمان ان انت عديت بقى من مرحله المحليه الى كمان الانطلاق الى العالميه والاحتراف في الخارج والاحتراف في تركيا وطبعا دي من ضمن الحاجات اللي عايزين نتكلم فيها بس نستاذنكم احنا لازم نقطع فاصل سريع طبعًا ونرجع طبعًا نسمع بقى تفاصيل القصه خليكم معانا مرحبا بحضراتكم مره كمان ولسه حديثنا مستمر مع كابتن سيف وكابتن محمود وعمالين ندردش في الفاصل وكلام كتير قوي اتقال بس عايزين بقى ننقله على الهواء علشان برضو الساده المشاهدين يعني يكونوا عارفين الصوره بشكل كامل ان احنا كنا انا وكريم في بدايه الحلقه اتكلمنا عن فكره ان احنا عندنا البطل المصري لكن البطل المصري اللي في معظم الاحيان او في كتير من الاحيان بيكون ما عندوش الامكانيات اللي هو محتاجها ده احنا اتكلمنا عليه وانتوا قلتوا فعلا في بدايه برضو المشوار ما كانش فيه الامكانيات المطلوبه
نبدا من هنا، ازاي اصلا انتوا اخترعتوا او اخترعتوا الماده اللي قدرتوا بعد كده، وطبعا كان كله تفعيل ذاتي وتمويل ذاتي لغايه لما قدرتوا تلفتوا النظر للدوله، لانك وصلت دلوقتي يا محمود وسيف الوزير بنفسه مهتم والدوله مهتمه وفي جماهير بتساندكم، وزي ما كنا بنتكلم اسم مصر اللي على التيشيرت ده ده مسؤوليه كبيره قوي جدا، موضوع كبير جدا 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 جدا. هو لولا اتخلق الظروف دي في عهد الرئيس طبعا، لان هو اللي سلط الضوء علينا وهو اللي فتح لنا المناخ الرخو ده ان احنا نقدر نشتغل فيه، ما كانش هيبقى صوتنا مسموع. فربنا رزقنا يعني الحمد لله بدكتور اشرف صبحي، يعني حد بيفكر بره الصندوق، تفكير جديد، فهو قال طب انا ليه ما اشوفش. فبص علينا وشاف، ابتدى طبعا كابتن محمود يشتغل معانا بحكم خبرته. لا هو كابتن محمود اصلا ابتديت الموضوع ازاي قبل ما، يعني خلينا نبدا من اول عند كابتن بقى، قبل ما الدنيا تبتدي تركز معاك والناس تلفت انتباهها والوزير يهتم، كلمنا انت ابتديت ازاي؟ يعني انت كان عندك عشق لان انت تلعب كره قدم ولقيت العالم ده موجود فيه، فقلت ليه ما نعملش ده في مصر؟ البدايه بقى كان مين اللي بيصرف؟ مين اللي بيدعم؟ جمعت الناس ازاي؟ احنا البدايه كنا شغالين بجهود ذاتيه، كنا احنا اللي بنأجر الملاعب واحنا اللي بنصرف واحنا بنساعد بعض، في اللي بيبقى جاي من محافظات، في اللي ما معهوش الامكانيات، كنا مثلا اللي معايا يدي اللي ما معهوش بالظبط اللي هو وكان كان في هدف ان انا برضو انا رساله ان انا عايز اوجه في كتير من ذوي الهمم وذوي القدرات، اول ما بتحصل له الاعاقه او البتر او الحادث او الابتلاء بيبدا يدخل في حاله احباط وياس، لا انت خدني رساله ليك انا اهو بحارب. عايز اقول لك في ناس سليمه جسديا وعندها احباط، يعني لمجرد بعض الثغرات اللي بتبقى في حياتها. بالظبط، فاحنا بنتكلم في ايه بالظبط؟ فاحنا شفنا ان احنا رساله لكل ابطال ذوي الهمم، انا زيك انا وصلت ان انا اديك حافز ان انت يبقى عندك رياضه جديده تقدر تمارس الرياضه، لان احنا عارفين ان الرياضه هي اكتر شيء يخرج من الشخص من حاجز الاعاقه ان هو يبقى بطل وبطل رياضي ويبقى عنده حافز ودافع وان هو يبقى ملهم لكل الاشخاص. وان احنا بدانا نشتغل على النقطه دي زي ما قلت لحضرتك، كان بجهود ذاتيه، كنا بنأجر الملاعب، بنجيب الناس من جميع المحافظات عشان عندهم حب لكرة القدم، ونتمنى ان كل ده يتغير الفترة اللي جاية، يبقى عندنا دوري كبير بنناشد كل أندية مصر من خلال شاشة النادي الأهلي. احنا حلم حياتنا يبقى عندنا دوري محلي قوي، يبقى عندنا منتخب مصر قوي، احنا عندنا الخامات، عندنا لعيبة من جميع محافظات مصر، اسكندرية، المنوفية، الجيزة، القاهرة، سوهاج، طنطا، كل جميع محافظات مصر عندنا لعيبة على أعلى مستوى، نجوم بجد. يعني احنا عندنا افضل حارس في افريقيا طبعا كابتن سيف سلامه اللي جنن منتخب انجولا ابطال العالم، ان هم مش عارفين يسجلوا، ما كانوش عارفين يسجلوا فيه، يمكن ما سجلوش فيه غير من ضربه جزاء كان عقدهم. عندنا كمهاجم منتخب مصر كابتن عبد الله مصطفى، عندنا الجناح الطاير كابتن زاهر محمد، عندنا ابراهيم بدوي ديفندر، عندنا احمد ابراهيم، عندنا مصطفى محمود ده مدافع ملوش حل، عندنا عناصر كبيره. واحنا قررنا ان احنا في التوقيت ده ان كابتن محمود يطلع يسافر عشان ياخد التجربه وينقل لنا تجربته هنا في مصر. هو قال لنا انتوا هتكملوا واحنا معانا شباب، وكابتن محمود خلاص خد القرار. طبعا هو كان اكتر مننا خبره ويعني كان الفت بتاعه عالي، كان فتنس قوي، فهو قرر ان هو ياخد التجربه، وده فادنا كتير جدا في تنزانيا. يمكن جات لي اكتر من عروض في الدوري التركي، كان نادي بلديه ازمير وكان في بورصه سبور وساعتها انتقلت لنادي بورصه سبور، لعبت معاهم اول موسم. كان يعني عامل ازاي بقى وجودك؟ الاجواء كانت بالنسبه لي مختلفه، لان انا رايح على جو جديد، التزام بقى، الموضوع بقى طلعت من الموضوع الهواه اللي دخلت سكه البروفيشنال والاحتراف. واضح ان طبعا ده خصم مشترك بين حضراتكم انتوا الاثنين، فكره ان انتوا عندكم حلم وبتشتغلوا على تحقيقه وربنا بيقدركم ان انتوا تحققوه بالفعل، فربنا يديمها عليكم نعمه. لكن هل تخيلتوا ولو للحظه في وقت من الاوقات، وقت ما كنت بتقول انا مش هينفع العب كوره، تخيلت ان انت هيجي عليك اليوم اللي مش بس هينفع تلعب فيه، ده انت هينفع تلعب فيه وتبقى نجم فيه وتبقى محترف؟ ايوه فعلا.
ايوه فعلا اللي حلم حلمته. سوري انا اسف. انا حلم حلمته ان انا اول ما بدات اللعبه انا قلت انا لازم ابقى محمد صلاح في اللعبه بتاعتي، ان هو ده كان دافع ليا انا بقى. اكيد لان الكابتن بتاعي عايز يبقى كده، طب انا عايز ابقى مين؟ وبمناسبه سؤال حضرتك، اللي ما بيصدقش حلمه ما بيعيشوش وما بيحققوش. ما بيعيشوا يعني بيحققوا. احنا كنا مصدق يعني، احنا معروفين من صغرنا لان كابتن محمود برضو صاب عنده منه ان هو لعيب كويس قوي وانا حارس تقيل قوي. بس الناس دي ازاي؟ طب ده بيلعب بلياردو ازاي؟ طب ده بيعمل انا يمكن يعني احنا مالتي تالنت، احنا مش حاجه واحده. انا يمكن كمان يا استاذ كريم عندي موقف حصل هو غريب شويه بس يعني انا هحكيه لكم. كنت راجع لا يعني ده اكتر موقف اصلا يعني انا يعني حسيت ان انا حابب نفسي قوي او ان انا بعمل حاجه مستحيله قوي. فانا كنت راجع من السفر ونازل اجازه مصر وظابط الجوازات بيقول لي انت كنت فين؟ فقلت له في تركيا. قال لي بتعمل ايه؟ فبقول له بلعب كوره. قال لي هنهزر؟ فقلت له حضرتك انا فعلا بلعب كوره، بلعب كوره كره قدم الصخر الواحده. وساعتها فرح جدا وتصور معايا وقال لي ربنا معاك وشجعني. فان انت تاخد الناس لحته مستحيله او ان انت عملت ان المستحيل بقى ممكن، هو ده اللي احنا بنسعى له. هو انا طول عمري بقول كده بالظبط. ما انا طول عمري بقول عليكم مستحيل ممكن، مفيش حاجه اسمها مستحيل اصلا. صح. انت جربت، انت قررت بقى. انت جربت. احنا بنحب المستحيل جدا والله فعلا، احنا بنحبه. لذته في ان انت تعمل حاجه مختلفه ما حدش عملها. طبعا احنا النهارده لما بقف في التمرين بتاع منتخب مصر الاقي الكابتن بتاعي بيعمل باك ورد على عكاز واحد، لا انا يعني سوري في اللفظ انا سد الجون ده باي حاجه. الله عليك. لان ده احنا حسيناه فعلا. لا حسيناه فعلا لان بعد ما كابتن محمود سافر احنا ابتدينا نشتغل على قدم الوثاق على الملف، ولقينا دكتور اشرف صبحي بيمد لنا ايده والدوله فاتحه دراعاتها وفي ناس امنت بينا ومساعدتنا من البدايه زي مستر رامي او 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 مستر محمد او يعني في ناس كتير ساعدتنا. بس احنا كملنا ده، احنا طالعين البطوله دي يا فندم ما عندناش ماتش دولي. أيوة. في اجنده دوليه ماتش محلي في اجنده دوليه طبعًا. احنا واخدين شويه، انا اسف لزمايلي، هم مش هم احسن لعيبه. انا شفت زمايلي في الملعب بجد هم احسن لعيبه خامات هناك بروحهم. المصري جبار طبعا. لو في لو حاجه فيها مصر، لو في حاجه فيها مصر احنا حرفيا بنبقى ترانسفورمرز. انا عندي سؤال قبل ما نختم لان الوقت بيجري. انتوا الوضع قبل كان ان احنا ما عندناش تمويل او تدعيم مادي، هل دلوقتي ستيل واحنا ما عندناش طبعا برضو لسه اتحاد او غيره؟ احنا عندنا اتحاد اصلا؟ لا احنا لسه. احنا نسقنا مع اللجنه البرلمانيه دكتور حسام بس مصطفى. في دعم دلوقتي بتتلقوه عامه ولا لا من لا النوادي بتاعتكم؟ لا بس حاليا احنا من خلال قناه النادي الاهلي احنا بنوجه رساله لأندية مصر كلها ان احنا كل نادي يفتح الباب للعبة كرة القدم للساق الواحدة عشان يبقى عندنا نشاط محلي. احنا زي ما قلت في ناديين، انا امنية حياتي ان ابقى كابتن للنادي الاهلي، وانا بوجه رسالة للكابتن محمود الخطيب يا كابتن بيبو انا امنية حياتي، انا محمود عبد العظيم كابتن منتخب مصر، حلم حياتي ان انا ابقى كابتن النادي الاهلي. يمكن انا محترف في الدوري التركي بس انا عندي تيشيرت النادي الاهلي اعظم تيشيرت في العالم. دي حقيقة. الله عليك يا محمود. دي حقيقة. احنا كبرنا على حبه. انا ليا طلب صغير. اتفضل. طبعا نفسي اخد الجوانتي بتاع كابتن الشناوي. يعني ده طلب حلو بس صعب. يعني لو عدت. بص اوعدك والله لو حد من زملائنا وانا قابلته مثلا مره هقول له والله برومس يبقى يعني ده وعد مني ان شاء الله. نورتونا واسعدتونا والهمتونا وشرفتونا وان شاء الله نرجع نلتقي بكم على خير. ده شيء شرفنا. وفي اتحاد موجود وفي نجاحات مدوية جديدة أضيفت لسلسلة نجاحاتكم السابقة. نورتونا بشكركم على وجودكم جزيل الشكر. كل التوفيق بقى كابتن محمود وكابتن سيف، وعايزين اسم مصر كده يعلى بإذن الله لغاية لما الحلم ده يتحقق ويبقى عندنا الرياضة دي في كل الأندية بإذن الله. أنا بالمناسبة حابب أقول إن أنا في 4 سنين احتراف الحمد لله قدرت إن أنا آخد 3 بطولات في ال4 سنين. إن شاء الله مزيد أعلي بإذن الله أكون سفير كويس لمصر إن شاء الله. يا رب يا رب. شكرا لكم جدا. ميرسي.
طيب احنا هنطلع فاصل لحضرات، وبمجرد العوده من الفاصل حضراتكم هتلاقوا نهوان مع دكتوره دينا ابو السعود بيتكلموا في موضوع يهم كتير جدا منكم، وانا ان شاء الله اشوفكم على خير. والله يقعد معانا كريم، ماشي.